السلام عليكم، معكم أمير، مرحبا بكم في قناتكم تريك برو. اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة أحضرت لكم هذه اللعبة بأنواعها المتعددة. هذه اللعبة التي لقيت رواجا كبيرا في جميع أنحاء العالم، وأيضا لقيت نسبة مبيعات كبيرة في مختلف المواقع العالمية. اللعبة وهي سبينر، هناك العديد من الأنواع وهناك العديد من الشائعات أنها ليست مجرد لعبة وأنها تنزع القلق بالنسبة للأشخاص الذين لديهم القلق، فهو أحسن دواء لهم ليتخلصوا من القلق. اليوم إن شاء الله راح نتعرف على أربع أنواع من سبينر ونلاحظ الفرق الموجود بينها. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيهات والإعجاب بالفيديو. نبدأ بالأولى وهي هذه، وهي النوعية البسيطة أو النوعية العادية. كما ترون نوع التصنيع وهو من البلاستيك، ولكن الدوائر الثلاثة من المعدن، مما يجعل هذا الجزء ثقيل ونسبة دورانه نقول متوسطة. هذا فيما يخص النوع الأول وهو النوع العادي. بالنسبة للنوعية الثانية وهي جودة تصنيعها كلها من البلاستيك، وأيضا تتوفر على الضوء، تستطيع وضع الضوء، وسرعة دوران هذه أفضل من الأولى بكثير كما ترون. هذا ما يتعلق بالنوعية الثانية. بالنسبة للنوعية الثالثة فهي تتوفر على قارئ MP3، وأيضا تستطيع وضع مايكرو SD، وأيضا تعمل بالبلوتوث مع الهاتف، وهي أيضا تتوفر على الضوء. أقوم بتشغيلها، أظن أن البطارية الخاصة بها قد نفدت، فهي تشحن مثل الهواتف، تشحن عادي مثل الهواتف، تقوم بشحنها وتستعملها مثل أي قارئ MP3. بالنسبة لهذه النوعية أيضا فهي نوعية سريعة، وإضافة إلى هذا تتوفر على قارئ MP3. جودة تصنيعها كلها من المعدن. بالنسبة للنوعية الأخيرة وهي الأفضل، جودة تصنيعها كلها من المعدن، وهي ثقيلة نوعا ما، ولكن سرعة دورانها أكبر من سرعة دوران كل الأنواع، وتتوفر على جودة تصنيع جيدة جدا. إذن هذه الأربع أنواع التي توفرت عليها من سبينر. كما قلت لكم فهي أحد الألعاب التي لاقت رواج كبير في السوق العالمية. بالنسبة لي أنا أجدها فقط لعبة للأطفال،
ليس كما يتم ترويجه بأنها تنزع القلق أو شيء من هذا القبيل. إذن هذا هو أسباينر. إن كان لكم رأي آخر مخالف لرأيي اتركوه لي في تعليق أسفل الفيديو ونقوم بنقاش عن هذه اللعبة. إن شاء الله يكون فيديو اليوم قد أعجبكم، وإن شاء الله نكون قد أفدتكم بالقدر الذي أستطيع. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيهات والإعجاب بالفيديو، وفي فيديوهات أخرى، والسلام عليكم.